الباي بولر ده بتاع سبايرال جاي.
مين السكن اللي كله متفق؟ سيلز اوف الدوزن وبنترال كوبريال اي ار. مين الثيرد؟ يقول لك يا جوز. يبقى يا ايه يا ايه؟ يا سفير الفارس يا ترابيزويد يا نيوكليس اوف لاترال. طيب لو انت فهمت يبقى اللاترال الدسكس بيحمل امبلسز من الودنين ولا لا؟ من تو ايرز. طب هو مين يفكرني يعني ايه الدسكس؟ طبعا اللي هي اكتر من 1 اي راك وليهم ديفرنت اورجنز لكن مشوا نفس الكورس ينتهوا نفس الاب وخلي بالك مش لازم يحملوا نفس الوزن هنا مثلا بيحملوا كتير تمام؟ طيب حبايبي كده هو اللاتر ريسك ده طلع من ايه؟ اساسا من الدوسل والبنتر والسيم والاوبزيت ايه؟ يعني فاكرين البنتر بيطلع منها السيم سايد والاوبزيت سايد فيبقى ليه ديفرنت ايه؟ وممكن طالع من السفير الارض ممكن من الترابيزويد بودي اذا ليه ديفرنت ايه؟ اوريجنز لكن مشوا نفس الايه؟ كورس هينتهوا نفس الايه؟ ده حتى اللاترال ميسكس نهايته مش ثابته. بص معايا هما الفايبرز بتعدي تعالوا نشوف كده اللاترال ميسكس نكمله. سيب ايدك وامشي معايا واحده واحده. الحقيقه يعني انا عملت الرسمه بالطريقه اللي هوريها لك علشان اخد الباثواي واحده واحده ونرجع. بص يا دكتور نكمل كده بقى ادي النيوكليس اللي في اللاترال ايه؟ للنسبه طلعت عدت في حاجه في الميد برين اسمها انفيريور كوليكتس اسمها ايه؟ طب خلي بالك بقى هل كل الفايبرز عملت ريلي في الانفيريور كوليكتس؟ لا يبقى الانفيريور يا اما عدي بس فيه عشان اوصل للمحطه النهائيه اللي هي مين؟ مين السكرتاريه بتاعت البرين؟ الثالاموس. يا جماعه مين يفكرني فيه اثنين جناكل البودس في لاترال وي ميديال ميوزك هير لاترال لايت فيجن معايا؟ طب خلي بالك كلهم عملوا ريلي في مين في الاخر؟ مين الفاينل اوردر اللي لازم كله يريح فيه؟ ميديال جناكل هو رقم كام ما نعرفش يعني في كذا اوردر نيورون قبله كام واحده مش ثابته يعني غلط اللي قلنا ثلاثة اوردر يوم، توتو كتاب يكتبوا أربعة، في كتاب قريته كاتب سبعة اوردر يعني في اختلاف لأن مفيش حاجة إيه؟ ثابتة. طيب دكاترة يبقى اللاترال ديسكس نهايته فين أو فين؟ الشاطر يقول يا الإنفير كوليكتر ثم مين؟ الميديا جالك يا طالع على طول بس معدي في كريسس لكن عمل ليه في مين في الآخر؟ يبقى مين؟ بصوا ما قلتش رقم، مين الفاينل اوردر نيورون؟ الميديا جينيك سيلز اوف الميديا جينيك مين يفكرني بقى؟ انا قلت سيلز كلمه تانيها الاكسون بتاعتها راحت فين؟ الاكسون بتاعتها بتعمل حاجه اسمها اوديتوري روتيشن يطلع في الاوديتوري اريا في انت لوب تمبرال لوب اريا كام؟ 41 اللي هي اسمها هاشلز او هاسكلز جايز زي ما انتم عايزين تتكلموا. متهيألي باكوين مش صعب بس انتوا فهمتوا القصه. طيب في سؤال كان يجي يقول لك انيوميريت برين ان ذا سكاي واشرح واحده فيهم. حد يعرف مين البرين ان ذا سكاي هم اربعه؟ احنا خدنا ثلاثه ودلوقتي الرابع عشان خلصنا برين ان ذا سكاي. مين يقول لي اول واحد خدناه خالص مع البروبلي وايه؟ سبشن كان في مين؟ طب معرفتين وتمتشر وكروس تاتش كان في فاينل. فاكرين السنسيشنز من فيس كان في فاري جيمينال. فاضل مين دلوقتي؟ اللاترال. حد يقول لي مين يفكرني اي الناس بس بتقول ديفينيشن وفانكشن واوريجن وكورس وترمينيشن مين يقول لي كده ديفينيشن؟ اسيبلي سنسوري باندل في البرين ستام. طيب مين من ولادي برضه يقول لي فانكشن؟ كان هي منين؟ من بوست باندل. هو مني من الاخر لكن برضه بيحمل شويه من السيم سايد. طيب حد فيكم شاطر يقول لي اوريجن مين المحطة الأخيرة؟ لا لا بتكلم لا لا لسه دلوقتي من تحت مين المحطة الثانية؟ الدورسال والفنترال كوبريا دول اللي هم الدفنت يعني لكن ممكن يبقى طالع من بعدهم صح كده؟ طيب حد شاطر يقول لي مشوا ازاي؟ الاكسونز عملت كروسنج عملت رابيزويد بوتش وحصل له كروسنج ثم
يونايت تو فورم اللاترال نسكس يطلع ينتهي يا فين يا فين؟ يا في الانفيريور كونكلس يا على طول في الميديا جينيكو. في صعوبه في احنا بنقولها. طيب احنا كده خلصنا السهل، هنخش على الاصعب اللي هو فيستيبيولار باث واي. والحقيقه لازم اخد الاثنين باث وايز دول عشان الكلام اللي انا قلته دلوقتي هتلاقيه في الرسومات بتاعتي. نعم. في اليوم؟ اه طبعا. ما هي حبيبتي انا رسمها عصر ليا. دي رسمه بسيطه جدا 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 تسهل لي قوي مذاكره الايه؟ الفيستيبلر باثواي. الفيستيبلر باثواي ده اللي هو الباثواي بتاعنا. مش الايكوليبريم يا جماعه؟ الالتزام؟ عشان نفهم الإيكوليبريم وإيه علاقته بحركة جسمنا وإزاي بنستقبل الإحساس بتاع الفايبريشن أو الموفمنت أو يعني أي اهتزاز في جسمك مع الحركة، إزاي بتحافظ على توازن جسمك؟ تعالى نفهم حاجة. دكتور مين الفيرست أوردر نيورون في الباثواي بتاع الفيستيبلر باثواي؟ مين الريسبتور؟ سوري مين الريسبتور؟ الله ده كان في عندي حاجه اسمها ماكيلا. ماكيلا او ايه ماكيلا؟ يوتريتين وماكيلا او ساكيون. ثم كان في ثلاثه كريستا امبيولات. الكلام ده خدتوه فين؟ مش يعملها كتير ان شاء الله يبقى في كتير يعني بتنزل بصرف النظر. دي كانت رعايه مش مشكله. طب مين الفرست اوردر؟ مش ملاحظ شبه السبايرال جاي؟ يعني برضه ماي كولر ده بسيف بس جاي هنا اسمه سبايرال ولا فيستيبيولار جاي؟ طب مين السكند اوردر نيورون سيبا اللي في ايدك وبص هنا؟ ملاحظ ان دي اسمه فيستيبيولار نيرف. فيستيبيولار نيرف ده بيطلع يعمل ريلي في ثلاث في الاربعه فيستيبيولار كيور. فاكرين اسمهم سوبيرس وينفير ولاترال وميديا. لكن في فايبرز ما عدتش على المحطه الثانيه دي، طلعت على طول على السيريبيلم ودخلته عن طريق اقرب بلانك الانفير السيريبيلم بلانك. استنى استنى، انت دلوقتي بتقولي ان في فايبرز دخل على طول على السيريبيلم، فسميها دايركت فيستيبيولار سيريبيلم فايبرز. اسمها ايه تاني؟ طب استنى استنى، ايه بقى الكونكشنز بتاعت فيستيبيولار نيوكلاي دي؟ يقول لك في فيستيبيولو اوكيولار. على فكره في اثنين كونكشنز اولين، هو الفيستيبيولو اوكيولار والفيستيبيولو سباينال خدناهم من المحاضره اللي فاتت. فاكرين لما حبيت اشوف البورد شغال ولا لا الجهاز عملت ايه؟ مش اتحركت وبصيت في اتجاه البورد وانا بعمل كده وقعت؟ لا. بص بقى، في فايبرز بتكونكت الفيستيبيولو نيوكلاي مع ثلاثه واربعه وسته. وخلي بالك السوبر الجبارة دي لوحدها كونكت مع ثلاثة وأربعة. الباقي كونكت بمين؟ ده التفصيل مش مطلوب. المهم يعني إن فاكرين السكيورتي كان ما بنجيبش سيرتها قوي. يعني هي قبل كده لأن ال طب يعني لما يطلع بستين سباين ما بتطلعش بالسكيورتي، مش كده؟ فإحنا كنا عايزين نشوف إيه أمال إيه السكيورتي بتعمل إيه؟ هنشوف دلوقتي. أولاً هي كونكتد، هما الأربعة كونكتد مع مين؟ مين ثلاثة أربعة ستة دول بتوع إيه؟ الأي موف اسمهم أوكليو موتور نيرفز. طيب حد شاطر بقى يقول لي أنا كده ربطت إيه بإيه؟ كورليت إيه بإيه؟ الهيد موفمنت مع مين؟ مع الأي موف. طب استنى، فيستيبيولو سباين، هو إحنا مش خدنا في الباكس في لاترال واي؟ وبنترال فيستيبيولو سباين. مين شاطر يفكرني اللاترال طالع من انهي نيوكلس فقط؟ من اللاترال نيوكلس فقط وينزل على تيوماس. بينما الفنترال اول حرف دي خدنا حرف دي تبقى طالع من ايه؟ من اللاترال والميديال والانفيز وينتهي على تيوماس. طب ايه فايدته؟ هو لو انت فكرت فيها الاتزان انه انا ماشي ما اقعش. طب يا دكتور وانا بحرك نفسي كده وببص ورايا ما بعرفش وقع. فدول بيزودوا الدور، بيدي اوامر انتي وصلت دول فاسيليتاتور انفاسيس، بيزودوا الدور بتاع مين؟ الانت
الانتي جرافيتي ماسكس، يعني مثلا الاكستنسورز بتاعت اللور ليج، عشان افضل واقفه ما اروحش قاعده، واقفه ان شاء الله نفضل ايه؟ واقفين وصلتين تعرفين. يبقى تزود الطول فين؟ انتي جرافيتي ستايل بتاعت اللور ليج. حد شاطر يقول لي بقى في مكتوب عندك كده فيستيبيولو بلبر فايبرز. بلبر يعني ايه على على تيروسايت ولا على احد النيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرف؟ عارفين ده طالع منين؟ من اللاترال فقط وينتهي على 11 دي مين؟ الاكسسوري بينتهي على اليوكلس بتاعت الاكسسوري. عارفين ليه؟ هو انا عايزه مين يفضل في ابرايت بوزيشن كده مش جسمي؟ طب كمان مش عايزه راسي تقع كده؟ فده بيشغل الماسلز، بيزود الطول في اي ماسلز؟ الاكستنسور بتاع النك. يعني عشان تفضل تسابورت مش البادي بقى تسابورت الهيد اجينز برنت. لا مين يقول لي كان كونكشن خدناه لغايه دلوقتي؟ اشتغل في فيستيبيلو ايه؟ اوكي وفي فيستيبيلو سباينال الاكستنسور عشان ما اقعش سابورت البادي اجينز برنت. طب تسابورت الهيد فيستيبيلو بقى اللي هو كونكتد مع مين؟ هو الاكستنسور. طب في فيستيبيلو ريتيكولار فورميشن. ايه ده استنى؟ الريتيكولار دي يعني كونكتد بالريتيكولار دي فورميشن. الريتيكولار فورميشن بالذات اللي في الميد برين. اصل ده في السنتر بتاع الفوميتنج. مش تلاحظ كتير في ناس في الملاهي لما تبقى الحاجه دايره بسرعه شديده يرجع ينزل ايه؟ يركب. ده بيستيميليت الفوميتنج سنتر. بس ما يبقى بيستيميليت ايه؟ في ناس طبعا اكزاجريت جدا، يعني في ناس يقول لك بس الناس تغمض عليا استنى اخد حاجه، وفي ناس دواكن ودول على الجنوب يعني ايه؟ كانت بتلاقي الدنيا اتنيلت، صح كده؟ يبقى اسمها بيستيلو ايه تاني؟ غير بيستيلو ايه؟ ريتيكولا فايبرز. يبقى دي طبعا من بيستيلو ريتيكولا فايبرز وينتهوا فين؟ ريتيكولا فورميشن فين بالذات؟ في الميتري. طيب حد شاطر بقى وعلى فكره بيطلع منها كمان فايبرز تبقى كونكتد الكيوزس يعني كمان بيتحكم في الحركه. طيب بص بقى اخر واحده فيستيبيولو سيربيلر فايبرز. استنى بقى احنا خدنا كلمه في الاول ليها علاقه بالسيربيلر كان في ضغط فيستيبيولو سيربيلر كونكشن اللي هي طبعا مين ضحك عارفين على طول من الديستيتر جايز وطلع على طول على السيرفر دخلته على طريق انهي كلاس ايه؟ طيب شفت بقى دول من السوبيري لوحدها بيطلع فايبرز داخله برضه السيرفيلوم وبرضه عن طريق الفيرو سيرفيلوم بتاعته. الله يبقى دي دايركت ولا سميها ان دايركت؟ لان راحت على مين الاول؟ السوبيري والديستيتر. طب يا جماعه تسمعوا في الاناتومي الفلوكيولوجيكال لوب ومنها النيوكليس مشهوره قوي اسمها الدنتي نيوكليس ومنها المفاجاه انا عايزه اطلع منين على البيت؟ السيريبرال كورتكس مين السكرتاريس؟ يبقى اطلع من هنا من الدنتي نيوكليس منين؟ الثانس ومنها السيريبرال كورتكس من الموتور ايريس اللي هما كام؟ 4 و6 و8 1 2 3 يعني أنا عايزة السيربيلم في الآخر بيتحكم في البيراميدا. لو كورتي كروك كورتي كوريه. وعلى الكورتي يعني في الآخر ليه انفلونس أو ليه افكت على الشخير. تعالوا نبتدي لو سمحتوا احنا عندنا كام ليفل في الفونس. وانا بس حرانه ولا انتوا كمان؟ عايزة حد من الرجالة يفتح عبد السعيد مش قادر يكمل. مش في رجالة هنا ولا ايه؟ ايوه. بس شرح لكم الكلام ده في المعنى. بس
الكيتين اللي هي الميدل سيرفيتال ايه؟ بنعمل. طب استنى استنى. هنحط قاعده في البازل ثيرد مع الميدل سيرفيتال بنعمل بيبقى في حته اضافيه يا من السوبر يا من الانتيرو سيرفيتال. يعني يظهر لي اثنين في دانسرز مش واحد. دكتور الاساس مين؟ الميدل. طب انا في الانتيرو ليفل هيظهر معايا حته من ايه؟ من الانتيرو سيرفيتال. انما في الميدل والسوبر هيظهر حته من السوبر سيرفيتال. طب يا دكاتره يبقى مين اصفر ده؟ ده الاساسي ميدل سيرفيتال. طب والحته بقى اللي جنبها الصغنونه جزء من الانتيرو سيرفيتال. طب استنى استنى شايفين انا عندك الاصفر ده كله؟ ده اسمه بيزس بونتس. قلت لي اسمه ايه؟ جزء البيزر بونتس. في اربع حاجات والحقيقه لما اعرفهم دلوقتي متكررين في الثلاث رسمات. دكتور اول حاجه الدراع مين؟ لا اسمع ميدل سيرفيتال. طيب شايفين في فايبرز كده ماشيه بالعرض؟ دي اسمها ترانسفيرس كونتاين فايبرز. عادي فايبرز جايه من السيرفيلا من الناحيه دي وبتعمل كروس وبترد السيرفيلا من الناحيه الثانيه. اسمها ايه تاني؟ ترانسفيرس كونتاين فايبرز. طب استنى مين يفكرني بالبيراميدا؟ كان نازل في الميدل حته واحده كده في الكراس سيريبراي او البيزس بتاعتي لايف يجي في البونس. هل الفايبرز تبقى متجمعه؟ ولا متقطعه؟ الاحمر ده ليه متقطع في الترانسفيرس كونتاين فايبرز؟ البيراميدا بتاعت. يبقى الكور الحمراء دي تمثل مين؟ البيراميدا. طيب مين شايف كده تجمعات نيرف سيلز؟ مين يفكرني تجمع نيرف سيلز في السي ان اس ده اسمه؟ ده عشان في البونس سميناها كونتاين يوكيلا. هم اربع حاجات مين هم ايه؟ هشاور وذكور. مين ده؟ من السيربيلا هنا. ترانسفير كونتاين فايبرز الاحمر. بيراميدا الباك ودول النوايات كونتاين سوبيار. طيب استنى بقى على فكره احنا في رسمه صعبه ركزي. فاكرين لما شرحنا سبانر كورد كانت السيربايكال هي اللي فيها معظم الكلام وبعد كده الباقي ماشي بقى. مين اللي فيها هنا الدقش كله؟ الانفيو يعني بعد كده الاثنين التانيين يمشوا اسهل فركزوا معاهم. طيب مين الثلاثه ميديا؟ مين ولادي شاطر يفكرني بيهم؟ ميديا لونجيتيودنال بانك بعد ده ميديا تكتو سباينال واللي نايمه دي ميديا بالنسبه ركزوا ميديا بالنسبه ده ملاحظ انه مش واقف زي كل مره ان احنا مرسوم نايم كده عشان في حاجه بتبقى فوقيه دلوقتي. حضرتك انت لسه واخد معايا الميدلي باكوي فاكرين؟ حد شايف الاثنين نوايات؟ هما سكند اوردر نيورون كان اسمهم؟ دورسال وبنترال كوبليا نيبيار. عرفت دورسال وبنترال بالنسبه لمين؟ واحده فوقيهم وثانيه تحتها. يعني ايه سموهم كده دورسال وبنترال؟ طب يا حبايبي بيطلع منهم مين؟ الاكسس فاكرين يا جماعه؟ تعمل ترابيزويد بودي بيحصل له كروس. دكاترة كانت بداية تكوين الترابيزويد بودي هو. يبقى الترابيزويد بودي قاعد على مين؟ على الميتريكس. يبقى الميتريكس الديسكس اللي دايما دي فوقيها مين على طول من غير تفكير؟ ترابيزويد بودي. طيب احنا وصلنا في ترتيب. افتكر الرسمة دي ليها اسم. في البونس بالذات لازم تحفظ الاسم بتاع الرسمة تقفلها اليوم. يعني مكتوب عندك ايه تحت الرسمه؟ A level of facial colitis. خدت facial colitis دي انا. مين من ولادي شاطر يقول لي facial colitis ده انا ولدت مين حوالين مين؟ الفايروس بتاعت الفيشال نيرف حوالين النيوكليس بتاعت الابيوزس حوالين سته مش كده؟ طيب يعني اكتب لي على جنب الرسمه كده. يعني انا عندي سته وسبعه كده. لا ده انا هنا عندي خمسة وستة وسبعة وثمانية. عايزاك ترسم لي فوق بعض كده. خمسة ستة سبعة ثمانية. جنب الرسمة على الجنب دي. أنا قلت ستة وسبعة، واحدة قبلهم وواحدة بعدهم، يبقى مين اللي هنا؟ خمسة وستة وسبعة وثمانية. طب تيجي واحدة واحدة كده تشوف كل واحدة فين؟ طيب مين من ولادي يقول لي مين ده؟ كانت سته فيها هيك يبقى ده الابديوسنت نيوكليس. لكن لو شاورت هنا
يبقى الأرجوز النرف. ركز قوي امتى قلنا وامتى قلنا. لو شايفه خيوط طبعا يبقى ده النرف، لو شايفه كوره يبقى دي مين؟ النيوكليس. طيب سته جنبها مين؟ سبعه. سبعه اهي مرسومه تحتها سته، تحت سته وادي ايه ده؟ فيشيال عملت الكوليك بس اهو. ومين اللي خارج ده؟ فيشيال نرف. يبقى لو شاورت هنا يبقى عايزه فيشيال نرف، لكن لو شاورت هنا يبقى فيشيال. ركزوا في الحته دي. ثم احنا قلنا ايه؟ انا عايزه اي نوعات من ده خمسه وسته وسبعه كمان. فين خمسه؟ هي بس الغامقه شويه هنا طلعت غامقه مني، اللي هي اللي ليها وظيفه. فين خمسه؟ سباينال ايه وايه؟ سباينال زاد وسباينال نيوكليس اخرى دي اللي ليها وظيفه دي هتبقى الفريشن. طب ده كده مين يقول لي بقى سته سبعه ثمانيه؟ ثمانيه مين من ولادي شاطر يفكرني اسمه ايه؟ فيستيبيو كوكريا. طب ما هو مش ليه فيستيبيو بار وكوكريا بار؟ طيب بص معايا كده ادي الفيستيبيو نيوكليار بس انا رسمه كام؟ ثلاثه. حد فاكر في الاوبن مضله في الميديا والانفير؟ لا هنا برضه الميديا بريزما بس عندي بقى السوفير ولاترال وميديا. يا مين الثلاثه فيستيبيو نيوكليار؟ اهو ومين ده؟ فيستيبيو ده. طب بص يا دكتور حد فاكر الاثنين دول؟ دورسال وبرسال كوكليا نيوكليار. ومين ده؟ كوكليا نيرف. يبقى الاثنين دول على بعض لما يشاور عليهم مع بعض اسمه فيستيبيو كوكليا نيرف. لكن لو شاورت على واحده ما هو فيستيبيو نيرف وكوكليا نيرف مش كده؟ اتحدوا مع بعض عمل اسمه رقم 8 فيستيبيو كوكليا نيرف. انتوا صراحه بالتالي. طيب اشاور وتقولي انا فين؟ طب لو انت فاهم عند التضاريس اللي فوق دي الحته الفاضيه في مين؟ تفتكر اوبن مدار فورس فنتكل. طيب الجزء الاسفل ده سميناه بيزس بوينتس على بعض، محدش هيعرف كلمه بيزس بوينتس، لكن هيقول لك مين ده؟ ميدل سيربل في دمك. سو numbers combined fine. الكور دي هي combined nuclear. انما الكور الحمراء غالية. طيب مين ده؟ جزء من الانتيريو سيربيلر. مين الثلاثة ميديا؟ ميديا لونجيتيودنال لونج، ميديا تكتو سباينا، ميديا للنسس. نايم كده هيبقى عليه مين؟ ترابيزوي فوتي. ودول الدورسال والبنترال فوتي النيوكليار هو طالع منهم الترابيزوي. طيب بص يا دكتور انا عندي الليفل ده اسمه الليفل اوف فيشال بريدز، يعني في سته وسبعه واحده قبلهم ايه؟ هو الاخضر ده خيوط الخط كل ده مش فاهم. طيب بص يا حبيبي انا عندي خمسه وسته وسبعه وثمانيه. خد الاول خمسه اللي ليه بوليتا ولا لا؟ هي الكوره دي. طيب سته وسبعه وثمانيه خدهم بالشمال بالانجليزي بالشمال اليمين. ستة سبعة ثمانية مين شاطر هشاور وتقول لي ده مين؟ وخلي بالك انا بشاور على النيوكليس ولا على النرف؟ طيب مين من ولادي يقول لي مين دي؟ ابديوس النيوكليس ده جاي ده؟ ابديوس هنا مين ده؟ فيشيال نيوكليس ودي فيشيال ده. فيستيبيلو كوكلا في كام فيستيبيلو نيوكليس هنا؟ متهيألي الرسومة اللي فوق واللي في الجنبين يبقى السوفير ولاترال وميديا فيستيبيلو نيوكليس. ساعات يشاور عليهم الثلاثة وساعات يشاور على واحدة بس. طيب حد شاطر يقول لي مين ده؟ فيستيبيلو. طيب دول الدورسال وايه؟ والكوكليا. ومين ده؟ كوكليا. لكن ده على بعضه فيستيبيلو كوكليا هو رقم 8. لسه الرسمة ما خلصتش ثواني. شفت الحركة دي؟ بقى لا اوعى تكون فوتوها. بص بص دي اللازمة أمور أورانج ده مفروض ألاقيه في جميع البرين ستيم كله الريتيكولار فورميشن. استنى يا دكتور وما تنساش أبدا فاكرين أسلم وإحنا راسمين انفير فمش هشوف دور سباينو سيريفيرال مش موجود لكن عندي مين؟ فيرترال سباينو سيريفيرال ولاترال وفيرترال
صباحين وثلاثة صباحين وليبر خلاص خلص بالإنفير وليبر مين وإحنا من أول ناسيين صباحين وثلاثة صح كده؟ طب حد شاطر بقى نعيد الرسمة دي هي دي أكتر واحدة بتاخد وقت عيدها بسرعة وأنا هسألكم هعيدها بسرعة ثانية واحدة يا حبيبتي إحنا سألني الواحدة إيه؟ مين يقول لي كده هشاور ويقول لي الحته الفاضيه هنا ميد سيرفيس بتاع العقل في سيرفيس بتاع فاستر اون تايم فايبرز ميلان بلاد اون تايم يوكيا ميديا لونجيتودينال باند ميديا سبيسو سباينال ميديا ديسنس مين اللي قاعد على كده؟ راح لسوي بوت طالع من دورسال وبنتال كوكليا عايزه بقى مين ده اللي ليها بورنيتا؟ خمسه اسمه ايه بقى؟ سباينال باك النيوكليس اوف تريجيمينال ثم مين ده يا دكتور؟ ارجوز النيوكليس لكن هنا ارجوز النيوكليس طب مين دي؟ فيشن نيوكليس لكن ده فيشن بستمر فكره باخد الشمال منين؟ في كام بستمر نيوكليس في الليفل ده؟ ثلاثه اللي هو السفير وميلاترال وميديا بستمر طيب ومين اللي خارج ده؟ طيب ده كوكيا نيرف يبقى ده على طول على بعضه اسمه بستيريو كوكيا فاضل مين؟ ثم الدكتور لما خلص من زمان عندي فيرترا سباين وسيريبيلا ولاترال وفيرترا سباين بحرف الام. استنى بقى مين الثلاثه اللي باجين بحرف الام؟
mesencephalic nucleus of trigeminal. Mesencephalic back and nucleus of trigeminal. طيب موتور ومين سنسوري ومين الفاكهة؟ لا يقولها لي تاني بقى هشاور تاني. يبقى انا عندي ثلاثة trigeminal nuclei والثلاثة اللي باتين بحرف الاف هم المزنسفالي موتور ومين سنسوري. على فكرة الكتاب بتاعي مكتوب سنسوري بس. طيب بس زودتها السنة دي يبقى المين ايه؟ سنسوري. طيب بص دكتور مين ده؟ معايا توتال ده؟ معايا؟ معايا؟ طيب ايه الكرة الحمراء؟ دايما ملهاش لازمة كده زي هي جروب ويف سباين. طيب حد شايف الكورتين لازقين في بعضهم؟ حط قاعدة هو مين الأسامي اللي فاضيين؟ مش كان في دورسال وبيترال دورسال خلصنا منه؟ طالما رسام سوبيريو سيربيلر في نقي يبقى مش هرسم مين؟ وهنا جه فكرني لما شرحنا سبايرال ديسكس قولوا لي في الميدل بارتس يلحموا اللاترال والفكترال ويعملوا سبايرال ديسكس. انا سؤالي جد طب خدت بالك بقى احنا سايبين الكورتين مرسومين بس لازقين في بعض عشان افكرك ان ده اتحاد اللاترال والفكترال سباينو تمام يبقى اسمه ايه الاتحاد ده؟ سبايرال ديسكس. طيب بص تكتب لي كده جنب الرسمه دي كده تبص ليها كده بالعربي حروف كلمة لستم وخلي بالك انا كاتبه لام ثم سين ثم الت فوق الميم عارفين كانه بالرفع كده زي ليه انا بعمل كده؟ عشان ده الترتيب اللي هنشوفه دلوقتي. بص بقى مين الاربعه اللي نسباي؟ الاخضر ده مين؟ لاترال لمنس والاحمر ده سي سباينال لمنس والتب فوق المين. مين التب؟ ترايجينال فوق الميديان. جامده جدا اوعى تركز. يبقى مين ده؟ جامده الناس ده كده ده ممكن تنساها. مين يقول لي بقى ركز ترتبه يبقى الكره الخضراء؟ لا الاثنين حمر لازم الدماغ الاثنين يبقى سباين ثم الت فوق المين. الكوره الصغيره دي ترايجيمنال فوق ميتر. حروف لاستوم يبقى الحاجه المميزه قوي لينا في هذا القطاع مود كام ترايجيمنال نيوكيس وكام ريسبس. ان نفسك كده تبقى كده هتلاقي الاوف ثلاثه ترايجيمنال نيوكيس واربعه ريسبس. ايه ده دوك؟ لا شفتوها؟ شفتوا الحركه دي؟ شفتوا الحركه دي؟ ما شفتوهاش؟ اهو طيب كده مين دي؟ في اثنين قرروا بتيجي لك ايه؟ لا ده بقى مين ده؟ الفنترال سباينو ايه؟ الاثنين القرر هو اللي جنب بعضه بتيجي لك ايه؟ فورميشن وروبرو سباين. يبقى مين اللي حمرا الصغيره اللي تحت دي؟ امال مين دي رايحه تديك السوبيريو سيربيلا بلاك؟ فنترال سباينو سيربيلا مرسومه تحت على طول شايفين؟ طيب ممكن نراجع الرسمه دي تاني قبل ما ننهي بالرسمه الاخيره وننهي القصه. اسم الرسمه دي ايه؟ ميدل. طب الحته الفاضيه اللي في النص فورث. طيب مين يقول لي بقى الأربعة اللي تحت؟ أنا مش هقرا واحدة منهم. ميدل سيربيلا في العقل. ها؟ ترانزيرس كونفاين فايت. كونفاين بي أي في هذه الأسماء. طيب مين دول؟ ميديا لونجيتيودنال بامب. ميديا تكستو سباينا. اللي لازم دي مين؟ ميديا لنس. طب ايه اللي قاعد عليها ده؟ ترانزيرس ده بينهم في طب مين دي؟ لازم ايه ده؟ سوبيريو سيربيلا بلاك. في ثلاثة ترايجيمنال نيوكلاي اشاور وتقول لي مين فيهم؟ يلا مين فيهم؟ ثم موتو ثم مين سيرس ومين ده؟
طيب جدا. طيب حد يقول لي قلت لكم من الوش الصغيرين روف روس ماينر كام تشيلر فوليش وما اللي دخل في السوبر سيربلر بلانك فيرترال سباينو سيربلر. ننهي القصه بقى دكاتره الراجل اللي كان فيه واحد ركز معاه عشان نخلص كده. حد شاطر يقول لي الجزء ده كان فيه اربع حاجات اشاور يلا ميدل سيربيلا ها نمبر تايم فايت والتايم يوكيار يعني ده الفيس مين ده؟ سوبير سيربيلا. خلي بالك الوسطه اللي ما بين الناحيتين اسمها سوبير ميدالري فيلا. خدتوا الكلام ده؟ انا ايه الفتحه دي صغنونه؟ الليفل ده الليفل اوف فور ان سكار. طيب مين يشوف الثلاثه الميديم؟ على فكره ده الكرام اللي فات مفيش حاجه جديده قوي يعني. مين ده؟ ميديم لونج تيودرال ارم ميديم تكست سباين. مين اللي نايمه دي؟ ميجر. ادي الاربعه من السكاي اتحطوا بالترتيب اللي انا عايزاه ده اللي هو مين؟ اللي طالع على فوق ده اللاترال لمنستس ثم جنبه المقطوع الايه؟ سباينال لمنستس اتجهوا لمين؟ تريجنرال ثم ميجر صح كده؟ لازم تاني لاترال سباينال تريجنرال ميجر. طب حد فاكر دي؟ الريتيكولوجيشن فين اللي جنبها؟ ثم فوق اللي ليها الكومنيتا دي مين؟ نيوكليس اوف تريجيمنال. فاكر لما كنا في المضلة والانفير بونز كان انهي نيوكليس؟ سباينال. لما بنطلع فوق تبقى ميزز سيتال. خلصت الرسمة صعبة؟ بتهيألي دي اسهل. افضينا ونسأل؟ مين ده؟ الأول اسم الليفل ده ايه؟ الفيل فاز الليفل اوف أربعة ترانجيمنال لمنسكار سوري أربعة لمنسكار. طيب حد شاطر يقول لي مين ده؟ سوبير سيربيلا بتاعته ايه دي؟ فورسبري. ايه الوصلة دي؟ سوبير ميدالري فيلا. طيب حد شاطر يقول لي مين ده؟ يلا ما تقولوش هنحتاجين بقى خلصناهم ميدل سيربيلا بتاعته transverse spontaneous fibers, spontaneous nuclei, pyramidal head, medial longitudinal bundle, medial sectus spinal, medial limbus, lateral, spinal, trigeminal, medial. Mesencephalic nucleus of trigeminal, the formation, tachyma, rubrospa, فاضل اخر كلمة ودي بتحب نسألها قوي في الشفوي سواء في الأناتومي أو في الهيستولوجي اللي هما ديب أوريجن بتاع كرينيال نيرفز اللي موجودة في البونز. هو احنا شفنا أي نيرفز في البونز؟ أي نيوكليار؟ 5 و6 و7 و8. طيب خدهم بقى كده 8 لازم اسمه ايه؟ اللي هو في فيستيبولار بار وكوكليار بار. الفيستيبولار بار ده طالع من فيستيبولار نيوكليار وخلي بالك هما كام بيستبدل نيوكليس؟ أربعة وخاصة إيه؟ الجلوتين مش كده؟ طب لما نقول الكوكليار بار مين النوايا شفناهم؟ الدوسل والبريطل الكوكليار ده كانوا موجودين في أي ليفل؟ الهيل ثم يا جماعة دول خاصين بالهيل وطالعين من أنهي جاستيو؟ من الأرض من الأرض جاية من سبايرل. طيب حد شخص يقول لي ده 8 7 سنين حد فاكر الفيشل ده؟ دي ثلاثة أنوية زي الجيز واحدة مصر واحدة إيه؟ سنسل واحدة فارة سيمباثيك. الفارة سيمباثيك اسمها سوبيريو سيليبرتي. السنسل موجودة فين؟ في نيوكليس باباجا في حرف الإس سيزوليتك أنهي فار؟ أكبر فار. طيب حد شاطر يقول لي الموضوع شفناه في اي
الدفن؟ كان في فيش كريكس كان كان فقير في موت كريكس تقول على فيش كريكس يعني يبكس فيلم على فكرة رقم 6 اسمه ايه؟ الابتشن كان في أي لفل؟ في الانكير ده خاص بإيه؟ أي مصر في الأرض حتى تفكر؟ أربعة ترايجمنا اليوكيار أسامين باكين سباينال موتو والمين سنسوري والمزلزفة المزل بس عايز تقولي كل واحدة خاصة بإيه وموجودة فيه حد يفكر لي المزل سفارك دي موجودة فيه في المدل والأبر بارز ولا مدبرين لسه هنشوفها فوق طيب دي خاصة بالبروبريو سيرش طيب مين يقول لي المين سنتري خاصة بإيه؟ المين سنتري بالتوتش ده نفس اسم اليوكس الموجودة في البطن طب ويا جماعة موجودة في أي بونت؟ المدى فاكرين الثلاثة في جنة اليوكيو؟ طيب الموتور الموتور لمين؟ مصر ما تجيش طيب موجودة فين؟ المدى البونت طيب فاضل السباينال نيوكس دي بتاعت الفين وايه؟ مش موجودة تحت في المدلة وموجودة في الانتيرو كورتكس. الكلام ده تجميع اللي عملناه ده مش حاجة جديدة. كفاية علينا كده النهارده.